بالبيت. اصحك ننسى شي غلط. لو سمحتي خليني اساعدك. يسلم. خلصنا. خليل لبسني إياه يوم عرسنا وقال لي هاد كان محبس أمي، ما كان بدي اياكي تديري بالك على خليل. الله يوفقكم ويبعث لكم ايام حلوه كتير. شكرا. شو حلوه هالعروس يلي هديتني اياها، شو ناعمه مثل الحرير. جاهزي حبيبتي؟ ماما يلا خلينا نروح. ليلى ضبيت الأدوية؟ ايه ضبيته يا حبيبتي. جاهزين خليل؟ نروح نفطر بالمضيق أول؟ شو رأيك يا ماما الحلوة؟ بالمضيق؟ ايه؟ موافقة؟ يلا لكام. هاتي أنا بحملها.